مرحبا، اسمي سندس وسأوضح لكم أين يمكنكم استخدام بطاقة الرعاية الصحية وبطاقة التقاعد. تمنح هذه البطاقات إلى مستحقيها من المقيمين الدائميين في استراليا. إذا كنت مستحقا لمعونة السنترلينك فعلى الأغلب ستحصل على بطاقة الرعاية الصحية أو بطاقة التقاعد. تمنح بطاقات الرعاية الصحية من السنترلينك إلى الأشخاص العاطلين عن العمل أو ذوي الدخل المحدود. أما بطاقة التقاعد فتمنح إلى مستحقي التقاعد مثل كبار العمر، ذوي الإعاقة، الأب أو الأم العزباء والمسؤولة عن الأطفال. يمكن استخدام بطاقة الرعاية الصحية أو التقاعد للحصول على الخدمات التالية: خدمة الإسعاف والتي تكون مجانية إذا كنت حاملاً لبطاقة الرعاية الصحية أو التقاعد. تأكد من إطلاع موظف الإسعاف على هذه البطاقة. تسمح هذه البطاقات كذلك بالحصول على النظارات الطبية مجاناً من بعض فحصي البصر المسجلين مع برنامج رعاية النظر الأسترالية. يمكن لممرضي صحة اللاجئين أو المسؤول عن ملفك في الـ SSI أن يساعدك في العثور على أحدهم. حسب هذا البرنامج يمكنك الحصول على نظارات طبية مجاناً كل سنتين. لكي تحصل على نظارات مجانية سيطلب فاحص البصر منك أن تجلب كشف حساب لمدخولك من السنترلينك وكشف حساب نافذ من البنك. يكون لحاملي هذه البطاقات كذلك الحق في الحصول على خدمات عيادات طب الأسنان في المستشفيات العامة مجانا. تتوفر معلومات إضافية في مقطع فيديو عن خدمات طب الأسنان المجانية. كما أن حاملي هذه البطاقات يدفعون ثمناً أقل لشراء الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب مثل أدوية الكوليسترول أو ضغط الدم أو السكري. الثمن الذي يدفعه حاملي بطاقة الرعاية الصحية أو التقاعد لكل دواء في عام 2021 هو 6 دولارات و60 سنت أو أكثر قليلاً في بعض الأحيان. هذه البطاقات لا تسمح لك بشراء الأدوية غير الموصوفة من قبل الطبيب مثل أدوية السعال، الفيتامينات، حبوب الصداع بأسعار مخفضة، وإنما يجب عليك دفع الثمن كاملاً. من الفوائد الإضافية لحملة هذه البطاقات هو وجود حد أعلى سنوي للمبلغ الذي يصرف على الأدوية الموصوفة من قبل الأفراد والعوائل. عند الوصول إلى هذا الحد ستصرف بعد ذلك الأدوية مجاناً ولحد نهاية السنة التقويمية. لأجل معرفة مجموع ما صرفته على الأدوية يمكنك الحصول على استمارة شبكة الأمان للأدوية Safety Net Medicine Record من الصيدلي أو أن تشتري جميع الأدوية من صيدلية واحدة، حيث يسجل الصيدلي جميع مشترياتك من الأدوية ومجموع ما صرفته لشرائها. من الأفضل البدء بتسجيل ما تصرفه على الأدوية في شهر كانون الثاني، وعند وصولك الحد الأعلى لشبكة الأمان والمحدد من قبل الحكومة عندها ستصرف لك الأدوية مجاناً للمدة الباقية من السنة التقويمية. الرجاء التأكد من توقيع البطاقة عند استلامها لأنها تعتبر وثيقة حكومية ويمكن استخدامها في أي مكان في استراليا. شكراً لكم.